تحية طيبة مشاهدين الكرام متابعي قناة سامراء الفضائية، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج توارد. نرحب أجمل ترحيب بشاعر المبدع محمد أرحيم الطائي. أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد، وتحية لكل مشاهدي قناة سامراء الفضائية. أكيد إحنا مسرورين اليوم بأن تكون ضيف عزيز علينا أستاذ محمد، وأكيد عندنا مجموعة من الحوارات والأسئلة والطروحات اليوم راح نحاول أن نطرحها وأن نتواجه ونجعلك على قرب من جمهورك ومعجبيك، وأكيد أنت يعني معروف بهذا الموضوع. الله يسلمك، لديك الكثير من المعجبين والمعجبات يعني بين قوسين. أنا لي الشرف أن أكون على هذه المنصة، منصة قناة سامراء الفضائية، وتحديدا في برنامج توارد، وبالمناسبة اسمه جميل جدا. الله يسلمك، هذا من ذوقك وشهادة تسبيها يا محمد أرحيم الطائي، الاسم اللي وصل صوته قبل صورته وقبل شكله وطلته على التلفزيون. وأكيد يعني احنا نحاول بالبداية انه نسترخي اكثر ونروح الى هاتف بعد منتصف الليل حتى نعيش حتى نعيش مع المشاهدين ومع كل متابعينا هذه الاجواء وهذه السنين اللي مرت، وبعد عمر يعني طويل وبعد سنوات قضيناها نرجع شويه الى الايام الماضيه اللي كان محمد رحيم الطائي يخترق كل المسامع ويخترق كل الاذاعات ويخترق كل الراديوات وأدوات التسجيل حتى يدخل إلى مسامع كل الناس. الله يسلمك. الله يحفظك. راح ترجعني إلى سنين الحقيقة، والعمر يركض ركض. أنا عندي واحدة من القصائد يقول العمر يركض ركض بس كان ولا ندري. الله. نوباتك وقبل لا أحكي لك وقبل يعني شيابنا بيناتهم كانوا يحكون، واحد يقول للثاني يقول له ليش تروح بعيد ذاك اليوم بال56؟ احنا نضحك نقول يا بي ذاك اليوم. هسا احنا راح نسوي نفس القضية يعني ذاك اليوم بال2000. كان هاتف بعد منتصف الليل فكرة جديدة طرحت على الساحة الشعرية، يعني كانت قبل في المحطات الإذاعية، أنا ما كنت أعمل في إحدى المحطات الإذاعية في حينها. كان الماشي أنه تجينا قصائد من مستمعين، نعم، والبعض من عندهم شعراء، نقطع هذه القصيدة بين المذيع والمذيعة اللي موجودين يقدمون البرنامج. يعني كان يكون قصيدة لأحمد هندي، القصيدة نقطعها، هاي انت قري لهنا وانا اقري لهنا. جميل. انا اجيت ما سويت هاي الطريقة، انا كتبت دراما شعرية. ابتكار. نعم، يعني قصيدة يشتركون بها بكتابتها، خلينا نقول، هو انا الكاتب واحد، الكاتب بس واحد. انا افرض فرضا انه يشتركون بها اثنين، تشترك بها الحبيبة والحبيب. جميل. احيانا في شطر واحد يصير اكثر من مداخلة. جميل. في شطر واحد. جميل. وهنا انا ايضا يعني تابعت موضوعة اللغه، او يعني لغه الامراه عن لغه الرجل. يعني انا اقولها انت، هي تقول لي انت. يعني ليش بكل التفاصيل، هي تقول لي شبيك مثلا. هاي التفاصيل حتى تكون انه طريقه جميله. الفكره كانت مختمره في بالي. المقدمه اللي قدمت وياي في يوم جاي نقدم برنامج، فسمعتها تقرا شعر بطريقه جميله جدا، اكو احساس. انا احس الشعر احساس اكثر ما هو يعني اوقف على المنصه يفترض اوصل احساسي. جميل. لا سيما في حينها انا كنت اعمل اذاعه، فلازم انه الصوت يوصل. أكيد. الصوت يوصل لك بالصوت والصوره. أكيد. يعني اللي يستمع يفترض انه يتخيل ويعيش سيناريو وياه. فحسيت طريقه طرحها جميله، طرحت عليها الفكره، قلت لها اكو هيك فكره، بالمناسبه انا كنت بعدني مكاتب بس الفكره موجوده. قالت اوكي، قلت لها راح اكتب لك واحده من القصائد. انا كنت اتوقع انه كتابتها سهله. لكن استاذ احمد كتابه صعبه جدا، كتابه فيش موضوع لسبب. يعني انت تلتقي بحبيبتك مثلا من خلال قصيده. طيب. تقول مثلا ذول اثنين راح يلتقون شلونك زينه، يعني انتهى الموضوع. شحت يا مثلا، فابقى لازم اطلع موضوع وتاخذ دور يعني سويت يعني وبعدين اخذ دور المراه احكي. خلينا نسمع فد مقدمه يراد لنا وحده حتى نروح يعني لهاي الاجواء. هي كانت اول ما بديت يعني كان الموضوع شلونك يا عز الناس عندي، شلونك يا اعز الناس عندي، هو القلب كم حبيبه عنده. الله. النسيان ياخذني، كبرنا حتى هاتف بعد منتصف الليل. بالمناسبه هذا قليل السماع له يعني. اي بس مالك حق يعني تنسى هاتف بعد منتصف الليل، قد كل القصائد لان على ما اعتقد هي اللي قدمتك للجمهور. نعم. بهذه الصوره الكبيره كانت اللي هي صاحبه الفضل بضوء. يعني انا كنت مذيع بس ما حد منتبه لي، يعني صوتي موجود بالاذاعه ما حد منتبه لي، بس انتبهوا لي بهاتف بعد منتصف الليل وتنساها
إذن ما عندك وفاء لقصائدك أستاذ محمد؟ لا والله كل وفاء، بس يبدو أنه الزمن ما ناصف ويانا يعني بطريقة يعني خلينا يعني كثرة الانشغال والمشاكل وما أعرف يعني بديت أنسى فعلا. ما دام إحنا في طور هذا الحديث يعني كم بس أنا مطلوب قصيدة أقرأ لك تدري أكيد يعني. أكيد إحنا طبعا تعرف فقراتنا يعني خلال ثلاث بارتات ننتقل من موضوع قالوا عنك اللي هي سواء كانت إشاعات أم حقيقة، المهم هذا الموضوع قيل عنك سواء بالإعلام أو بالصحافة أو حتى على مواقع التواصل الاجتماعي، فأحنا نتيح لك فرصة أنه ترد وأنه تدافع عن قضيتك وعن الشيء الذي قيل بحقك. شو وقت ما تحس أنه الموضوع أخذ غير منحق والآن خلاص بعد توقف عن هذا الموضوع؟ بس إحنا أكيد يعني من أجل الشاعر ومن أجل الضيف أنه نطرق لهذا الموضوع، لأن أحيانا يعني ما تتاح إلى فرصة الرد من على الإعلام أو على الفضائيات. فما دامنا في نفس الموضوع، قالوا عنك أول موضوع أنك تتعكز على الأصوات النسائية في أعمالك الشعرية المسجلة، يعني من خلال هاتف بعد منتصف الليل، من خلال هاتف من الغربة، وأكثر يعني هذه الأعمال اللي يعني انتشرت انتشار واسع. هذا ما قيل عنه، هذا ما قيل عنه، فسأقول أنا يلا. القضية أولا أنا من يعني لو كان تعكز لكان مثلا استعانيت بشاعرة حتى تكتب مثلا، بس هو الكلام إلي مو للمقدمة. نعم. بس كانت فكرة جديدة. هاتف بعد منتصف الليل أصدرت الجزء الأول وجبرت على الجزء الثاني، يعني المنتج والشارع كان يريد سويت الجزء الثاني. الجزء الثالث كان معي رجل وكان معي مطرب وأيضا نساء اثنين اللي هي الأم والحبيبة، الجيران قلبي بحدي يعني هاتف لا يقاس به. هاتف بعد منتصف الليل، نعم نعم، هاتف بعد منتصف الليل الجزء الثاني، يعني ما كان أنه تغير يعني الاسم أو العنوان؟ يعني ليش هم هاتف بعد منتصف الليل الجزء الثاني؟ يعني هم ارتكاز على هاتف بعد منتصف الليل؟ لا لا، هو فعلا كان الجزء الثاني كان تكملة، يعني كان اكمال لجزء، يعني احنا وصلنا في حد بالجزء الاول يمكن كانت اكثر من 14 قصيدة اتصور، يعني فشان اكمال للجزء الثاني، وبدليل انه قلت لك الثالث كان، بس قل لي مثلا ليش على الهاتف؟ هاي ما ادري ليش. طيب ما كان عندك تليفون لازم يعني كان ما عندي تليفون اصلا، ما عندنا هاتف ارضي. ما طلب من عندك الجزء الثالث مثل الجزء الثاني؟ لا والله مطلوب ولغايه هسه يعني. يعني انا قبل مده، بس المشكله تعال يعني هسه انت من تنتج مثلا نفس السميعه قبل كان سويت اياها مثل باب الحاره الرابع والرابع. لا بالتاكيد اكو محبه، بس اغاني استمرارها احيانا نفقدها بريقه يعني. صحيح اكيد يعني. لا تمل القصائد محمد الرحيم الله يسلمك، خصوصا يعني العشاق والمحبين والسهارة أكيد يعني محمد الرحيم الطائي مذاق وطعم خاص. محمد الرحيم الطائي قالوا أنك لا تتواصل مع جمعية الأدباء الشعبيين إلا في وقت المنحة، المنحة السنوية اللي هي 1,000,000 دينار للمثقفين والأدباء والصحفيين. ما أعرف شلون تعلق على هذا الموضوع. لا لا أنا حتى بوقت المنحة ما واصل. تجيك للبيت؟ لا والله مو تجي للبيت، لا لأن هي على الكيكارد. بس القضية شنو؟ انشغالي وسفري ومريت حتى أكون واقعي يعني. يعني اختلفت مهنيا أنا علاقتي قوية جدا برئيس الاتحاد الأستاذ جبار فرقان، تحياتنا للأستاذ جبار طبعا، قوية جدا يعني وعائلية، بس قاطعت وياه مهنيا لبعض الشغلات، يعني لبعض الشغلات اللي تخص الاتحاد. طيب. أنا كان عندي وجهة نظر، هو كان يدافع بوجهة نظر أخرى، وأكو أحكام علي الموارد المادية. طيب. وكذا هاي. طيب. فما أعرف أنه شاءت الظروف أنه أبتعد، بس أنا أمر عليهم يعني في بعض الأحيان، وبالمناسبة كانت أماسي أنا أديرها يعني يقيمون أمسية من الأماسي اللي يمكن ثلاث أماسي، واحدة من عندهم للشاعر عليان سيد خلف وحسن بريسة، نعم، واحدة للشاعر جبار رشيد. تحضر يعني كعريف حفل يعني ما تحضر جمهور، يعني ما تحضر أماسي كجمهور. لا لا كشاعر لا، تحضر تقصير مني، اعترف تقصير مني، يعني يفترض انه تواصل مثل ما كانوا القدامى يتواصلون ويانا احنا الشباب يعني يحضرون. طبعا احنا الفقرة موجودة، لكن خلينا نروح شوية للأعمال الكليبات، خلينا نروح لا أرجوك فيديو كليب، يعني وعدت الجمهور وقصيدة جديدة وفيديو كليب ومحمد الرحيم الطائي والعالم تنتظر، واسم ونجم يعني مو شاعر يعني يقدم عمل يمر مرور الكرام. لا أرجوك شنو رأيك به كعمل فيديو كليب؟ عمل فيديو كليب حقيقة أنا نسيت مثلا صوروا بعض الشعراء يعني دون ذكر أسماء. لا أرجوك، خلينا بلا أرجوك هو أنا لأنه أنا صورت لا أرجوك
انا كنت باسطنبول فردت اصور احدى القصائد هناك باسطنبول. الحقيقه راح تقول لي هو شعر شعبي اسطنبول شنو علاقتها مثلا بالاجواء العراقيه. انا في طور التهيئه حاليا لقصيده في جنوب العراق. موفق ان شاء الله. ان شاء الله للجميع. فالمهم شاءت الاقدار انه اصور هناك. ما ردت ابين انه انا كانت يعني دائما اقول الشاعر انه من يقرا الليبسينج يعني بالتلفزيون تعرف اني مو مطرب واكو ايقاع ببالي مثلا اغنيه يعني يدقوها بلاي باك واني مطرب وي الايقاع وي الاغنيه. انا شاعر. الشاعر ما ممكن انه انت تجي الكلمه على الكلمه راح اتعب المخرج وتعب. فالشاعر انا وجهه نظري وحتى انه مال انا امشي واقرا شعر يا اخي احس القضيه مثل الجنون يعني خليني اتمشى انا قلت اخذني الكاميرا باي طريقه اخرى وحاول المزج اللي صار يعني مسلسل العشق الممنوع كون الاجواء تركيه وكون اكو بعض يعني بعض المفردات تلائمت مع القصيده ماشي يعني ما تعتبره فيديو كليب كاخراج فاشل على قد الامكانيه اشوفه متواضع يعني لان المخرج من آل رحيم الطائم فما تقدر تعتبره فاشل مو لانه لا والله يعني يمكن لو شركه انتاج تنتج لك هذا الفيديو كليب كان قلبت الدنيا انه هذا شنو هذا العمل يعني بالتاكيد يعني انا يعني احنا اكيد مشاهدين لا عمل تابعوا اللي يحبوك اللي يحبوك تابعوا وبجوز غض النظر لكن مو بمستوى محمد رحيم الطائي ممكن انه يمكن كاميرا ميني على ما اعتقد هذه المحموله باليد لا هي مو هاي الكاميرا بس كانت هي كاميرا من يعني احدى الشركات التركية ما اعرف مكتوب اسمها يعني صورة يعني رديئة الجودة انا لو سمحت سارة الصورة عندي الكواليتي يعني اللي يعجب موجود بس انا حقيقة كنت حريص على انه ما انطي لأي قناة وهذا قضية يعني بعض الاصدقاء من القنوات يعني كثير من القنوات واصدقائنا مدراء برامج وكذا فانا قلت لهم انا ما انطي انا نزلته فقط على اليوتيوب ترى ونزلته تعرف يعني انا حتى اخلي ما ممكن بث بالقناه هاي انا طيب. وموجود عندي طيب. صوره حلوه بس مال اليوتيوب قالوا انك من الشعراء الذين كتبوا ومجدوا في زمنين مختلفين في العراق لا انا كتبت حتى اكون واقعي جدا كتبت بعض الاغاني في زمن نظام السابق لكن يعني بعد 2003 بعد الاحتلال كتبت فقط الاغاني انا اللي مسؤول عليها الاغاني فقط في حب العراق واللي كانت مو عفوا اقاطعك يعني قرينا يعني اسمك في احدى الانشودات للمالكي هاي والله اسم زين جبتها يعني حتى ابين الحقيقه يعني احنا شفناها على احدى القنوات وكلماتها محمد رحيم الطائي صحيح هاي الاغنيه أنا كتبتها في الانتخابات كنت مدير حملة إعلامية نور المالكي؟ لا مو نور المالكي لا مستحيل مستحيل أنه بس المشكلة وين؟ وأنا مسؤول عن كلامي والمخرج صاحب بزون الحسناوي اسمه موجود والرجل أيضا مدير إنتاج والكاتبين الإشراف العام يعني المهم هم زملائنا بالمهنة أكيد بس هم موجودة أسماءهم موجودة على شو اسمه وأنا خابرت واعترضت بس بعد إيش بعد خراب مكة يعني الأغنية أخي أنا كتبتها أنا كنت مدير حملة إعلامية في محافظة ميسان اللي تجمع مستقل تجمع تجار جميل رادوا يسوون تجمع حتى يكون استثمار اكو بالمحافظة جميل فدزوا عليك مدير اعلامي انا كتبت اغنية شفت انه الناس محتاجة لاغنية فقلت لهم يا بابا راح اكتب اغنية جميل. كتبت اغنية انا اوصي الناس لسان الناس اريد واحد خوش انسان اريده ما يبوك اريده يفتح بابه اريده بشموليه مو يم المالكي القضيه يعني اذا اريد نحسبها بحسبها على ابو التجمع اللي كاتب لي اياها مثلا صحيح فالرجل في وقتها كان الله يرحمه الفنان اتصلت بيه ضياء حسين قلت له ضياء الله يرحمه ان شاء الله قلت له ضياء اكو هيك موضوع اريدك تسجله قال اوكي ما عندي اشكال اتصلت بالملحن محمد هادي لحن الاغنيه حجزنا الاستوديو الرجل صاحب التجمع قال انا ما اقدر انا محافظه تعرف يعني عشائري وكذا وانا رجل يعني البس زي العربي العقالها فقال ممكن اجلك قلت له اوكي اترك الموضوع استثقلها فخليت الموضوع قلت له محمد هادي ما يعني اترك الموضوع استاذ محمد سوى خلى العزيز يحيى العلاق تحياتنا ليحيى ابو امين كمل الاغنيه اوكي ماكو اشكال حتى من كملها يحيى سمعتها مو يحكي عن واحد صحيح. المشكله وين جت استاذ المشكله بتوليف الاغنيه توليف الاغنيه انا اقول الريد الزين وناظر عمره تطلع لصوره السيد المالكي مع جل احترامي
للمالكي نعم لغير المالكي أكيد, أكيد بس هي هسه نفسها أقدر أشيلها أكيد المقصود مو المالكي كسياسة إحنا نقول هسه أقدر أشيلها أخلي صورة استاذ ايال العلاوي اشيلها خلي صوره حسام النجيف موضوع توليف مو انا ما هي القضيه من التوليف مو يمني يعني مو انت منطيها لهذا القناه كتبت يعني انا بعد بعد الاحتلال كتبت لاحمد الصياد جرح بغداد وموجوده تبث للعراق للعراق فقط وكتبت لقيس السامر اللي فازت في استفتاء السومريه قضيه الصوره كانت انه ضد الطائفيه و يعني ما اتذكر بعد البن كتبت اكو شاب اسمه نزار كاظم اعمى ضرير كتبت له أغنية وطنية فقط على الوطن ما كتبت لأي إنسان آخر. جميل أكيد إحنا يعني نتيح هذه الفرصة إنه يعني ترد على هذا اللي قيل واللي يقال. لا لا أنا سعيد جدا لأن وصلتني شغلات ما كانت يعني كاسم أستاذ محمد رحيم الطائي يعني من إحنا أكيد يعني خصوصا هاي الفئة العمرية جنة صغار تكبرني يعني أكيد اعتزازنا بيك وحبنا الله يسلمك فلما نسمع هذا الكلام أكيد نطالبك بالتوضيح لا لا خلال خصوصا برنامج بالمناسبة التوارد. أيضا أنا أزيد أنا على صفحتي الشخصية طرحت هذا الموضوع قلت لهم هاي الأغنية أنا ترى ما كاتبها لأي شخص وهاي قضية بالتوليف والله وما أدري أنا كنت بالعمارة أكيد. وشفت الأغنية قدامي بالتلفزيون يلا خلينا نسمع قصيدة الآن حتى نهدئ الأمور ونسمع لا صرت عصبي ما أقدر نسمع فتشي وأكيد الجمهور متعطش وحاب أنه يسمع من محمد رحيم الطائي اليوم من خلال برنامج توارد فقصائدك كلها حلوة قصائدك كلها جميلة ولك حرية الاختيار على الحافظ هنا يلا حلو أوكي من جربت ليلك أنا ما مرتاح لأن ليلك غفة الله أكيد من جد حب أنت من جد حنان من الناس اللي يحبوك وأكيد الناس اللي يحبوك أيضا يجدون من عندك هذه القصائد الجميلة وهذه الأبيات الرائعة الأستاذ محمد أرحيم الطائي مشاهدينا الكرام وكتحصيل حاصل نذهب إلى فاصل اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام مره اخرى وبرنامج توارد وضيف عزيز شاعر محمد رحيم الطائي استاذ محمد اكيد يعني عندنا جمله من المواضيع استاذ محمد انت بديت بلون مغاير ومخالف لكل ابناء جيلك اللي هو لونك الخاص ما قلدت احد لكن نريد نسال احد قلدك او احد استطاع تقليد محمد رحيم الطائي بهذا الاسلوب من الشعراء من الشعراء والله ما استذكر لكن من مقدمي البرامج كثير انا اسمع يعني احدهم كان باحدى المحطات الاذاعيه والله سمعت اني يعني انا ما عرفت صوتي بالتقديم لو بالشعر حتى يقرا الشعر هو مقدم برنامج وكان حتى انا وقت برنامج كان يومي من 3 لل 5 هو كان برنامج من 3 لل 5 ففي اليوم اخذت اجازه حتى اسمع الصوت سمعت انا انذهلت يعني منو ما اعرف بقناه الحريه كان براديو الحريه لان خبرني اكثر من واحد قال لي يا اخي صوتك يعني اباه علي فعلا صوتي النبره طريقه القائي طريقه حتى تقديم البرنامج يلا راح نروح لبعض الصور نشاهدها ونطالبك بتعليق كان منين يجيبون الصور انا شفت الحلقات السابقه يعني اي اكيد فهو انا اقول نبات يعني هسه احمد ثاني صور منين لك يعني انت الناس تحبك محمد رحيم الطائي يعني اكيد وحتى ضيوفنا يعني الا ناس تحبه الا ناس تتابعه الا ناس تعرف اخبار فبالتالي من خلال بالمقابله ناس المحبين من اكيد فبالتاكيد استاذ محمد يعني لولا اسمك وروعتك وجمال قصائدك يعني ما كان نطرحنا هذه المواضيع ولا هذه التفاصيل لذلك خلينا دفتر مفتوح امامك الله يسلمك الله يحفظك خلينا نروح نشوف بعض الصور اللي محضرين لك اياها لهذا اليوم لجنة تحكيم شاعر العراقي نقدر نعددهم الاعلام الموجوده الاعلام الكبير عليان السيد خلف الكبير أيضا حمزة الحلفي والرائع والكبير الدكتور ميمون خالدي وأخوهم الصغير إن شاء الله محمد إن شاء الله أنت كبير بأعمالك سيد محمد رحيم الطائي بس أنا مغمض أنا بس سيد محمد إحنا يعني تابعنا شعر العراقية وتابعنا تفاصيله وتابعنا الناس اللي حكت يعني كان اعتراض وكانت علامات استفهام
كثيرة تثار من بعض الأشخاص، قد تكون بأسماء مستعارة أو قد تكون بأسماء صريحة، أنه محمد رحيم الطائي لا يستحق أن يكون جالس في هذا المكان. هذا المكان اللي أنت تشوفه؟ نعم. يعني هذا مكانك؟ مكاني نعم. بس أنا أريد أيضا أسأل سؤال. بالأحرى أنتوا شعراء هم كانوا تسألوهم شنو المميزات مثلا أو الخواص اللي تخلي أو اللي تختاروها، خلينا نقول النقاط اللي تختاروها معايير. تأهل المعايير اللي تأهل أنه عضو اللجنة أنه يقعد بهذا المكان، المعايير أنه يكون شاعر. فاللي مثلا يقول هاي القضية محمد الحيوان مو شاعر، بعدين بالمناسبة الوحيد أنا باللجنة التحكيمية وهذا قدام المشاهدين. أنا كنت أحكي بطريقة علمية لأن أنا أحكي عن قضية وزن. يعني ما أحكي أنه أهواء محمد الرحمة. جميل. أو التقاطة محمد الرحمة مع اعتزازي يعني الشعراء. صحيح. أنا بصفي شعراء رائعين. أكيد. يعني الأستاذ عريان مثلا بما يتلقاه. يعني موضوعك واحد زائد واحد يساوي اثنين. أنا بقضية رياضيات على يعني هاي القضية. أنا قصيدة هذا الوزن أقول له لا هذا الوزن هذا الحقيقي. أكو زحاف أقول له. فقضيتي كانت علمية بحتة. وما اظن يعني ما اعرف يعني قرأت واحد او اثنين بس قرأتهم اكو اساءة تبين متعمدة يعني. نعم. ولا تنسى اكو غيرة واكو حسد واكو يعني انا وحمزة الحلفي احنا متقاربين يعني كجيل. يعني مثلا ليش يجيزون لحمزة الحلفي مثلا وما يجيز لمحمد رحيم الطائي؟ حضورك دائما ولونك واسلوبك اكثر الشعراء يعني ما ينسبك الى الجيل القديم، يعني كأنه الشباب بين حمزة الحلفي 50 سنة هو أكبر. طبعا تحياتنا أحمد صادق حمزة الحلفي. خلينا ننتقل للصورة الثانية. ضياء الميالي تحياتي إلي أبو نهار العزيز. ضياء الميالي شاعر مبدع، شاعر قصيدة قبل لا يكون شاعر أغنية. ضياء الميالي وهاي القضية حقيقة والرجل هو ادعى بها أكثر من مرة يعني، وهذا وفاء منه أنا أشكره جدا. ضياء الميالي أنا اللي سحبته باتجاه الأغنية وأنا اللي عرفت على الملحنين في وقتها، هو مو من نية من عندي لا بالعكس ولا متفضل عليه، بس هو رجل مبدع يعني. وكان مثلا يعني إجا هو بجيل يعني بعدي، فقلت له اكو عندك لمسات، وقال لي انا هم اكتب اغاني وكذا، انا كنت سابق بالكتابه يعني كان كاتب قصيده، كاتب قصيده وكاتب قصيده رائع جدا. يعني دخل لجمعيه الشعراء شاعر يعني ضياء الميالي. لكن كانت عندي بعض التقاطعات ايضا المهنيه مع ضياء. يعني ضياء كل الصديق. من حيث مثلا في فتره من فترات يعني الكتابه، وهو عنده وجهه نظر وانا ايضا عندي وجهه نظر، يعني انا كنت متلقي مو كنت شاعر. نعم. يعني هاي ملاحظات كمتلقي يعني انا اسمع قصيده لاحمد اقول لك احمد. نعم. وجهه نظر يعني قلت لك بعض الاغاني ضياء يعني احس السيء لك، انت اسم رائع، انت كتبت اغاني جميله جدا يعني. يعني انا اغاني انا اغنيه لضياء الميالي يا رب سترك رفت العين واحبابي مو يم، يعني هاي اغنيه رائعه. الحبيب علي كتب يعني مجموعة أغاني رائعة جدا. المهم الانتقال اللي صارت قد تكون بضغوط قد تكون ما أعرف، يعني أنت فتحت للباب للوسط للغنائي. نعم هاي باعترافه يعني في على قناة العراقية كانت أكو رسالة، يعني البرنامج كان أنه أكتب رسالة، فكتبت الضياء، كتبت معاتب لضياء، وصلت للرسالة صوروها بسوريا، فالرجل حشها وهذا الموضوع كله وبرر يعني تبررات، وما زلت يعني أنا على اتصال بضياء صديقي. لكن اكو قضيه عتبت بها على ضياء وما اعرف هو كاتبها توارد على يعني اسم برنامج. نعم. نعم. اغنيه لحسام الرسام كانت من كلمات ضياء الميالي. كانت فكرتها نصا فكره هاتف من الغربه، وبيها بيت شعر يعني يما بالله شلون ابويا. نعم. ذاك ابو القلب الحنين انا اقولها هم بعد يمشي على طوله لو حنا الظهر السنين. اي انا اقولها بشريني يا يما بشريني بابويا. ايه يمكن يما بشريني بابويا. اي بما شلون صحته شلون صحته وبعده بحاله الاول والوجه ذاك لو همت لي محتار ويا وقته. يعني توارد هذا احنا نبني حسن النيه. اها ابني حسن النيه وقلت توارد يعني ما تعتبر يعني انت ما تعتبرها سرقه. لا اللي خلاني اكد على انه عفوا مو ضياء يعني جزء حسام التليفون اللي بالموضوع.
اكو تليفون بالاغنيه مو اتذكر؟ اكيد 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 ينقطع الاتصال ويمه لا هذا اني بس اكو بالاغنيه مو مال نفس الموضوع هم ينقطع الاتصال وحسام يمه كذا ينقطع الاتصال وتبدا الاغنيه. توارد قصايد يعني مو توارد خواطر. يعني حتى نسمي الامور بمسمياتها احنا قلنا دائما بهذه الامور اكو توارد واكو لا سرقه فكره. نعم انت تعتبره توارد توارد وارد وشيء طبيعي الكلام خلي يكون مثل توارد انا وضياء يعني بس حلو كفكره الكلام. سرقه كفكره لانه فكره تليفون ويتصل وينقطع التليفون مو انا هاي اخي انا بال 2002 نازل الكاسيت حلو يعني الكلام توارد الكلام توارد والفكره يعني والفكره حقيقه لان انا ما شكك بضياء سرقه لاسباب انا اعرفهم كان يا ضياء ضياء شاعر وشاعر خطر يعني ما تعصى علي انه هاي المفرده ما يقدر يجيب غيرها بس كفكره واتصور الفكره مطروحه لضياء انه اكتب هيك وقد يكون يعني حتى قلت لك نبني حسن النيه قد يكون ضياء ما سامع الكاسيت يعني مثلا وما يدري اكو هيك فكره يعني هسه كتبنا الكلام توارد والفكره الفكره سرقه سرقه لها علنيه هذا بعد شلون السرقه تصير يعني طيب خلينا ننتقل لصوره اخرى سعدية تحياتنا لها ايضا نجمة وامرأة كبيرة وحاط حنقرتك بحنقرتها وماخذ فلوسها وماكل حقها لا والله انا كنت اعتبرها يعني ام الشاشة العراقية او ما بريد اقول سيدة بس الام احس بها من نوع من الحنان و يعني حتى اكون واقع راح احكي لك اللي صار بايجاز مع حلو السيدة سعدية الزيدي تحياتي لها ايضا تحياتنا لها عندما طرحت الموضوع اتصلت بها كانت ما تعرفني حلو فقلت لها ست انا محمد رحمة الطائي شاعر وكذا المهم قلت لها عندي هيك فكره ابن يتصل من الغربه يحكي ويا امه ويا ابوه كذا هذا الحنين ف بالبدايه كانت مثل متردده فقالت لي سمعني شويه سمعتك قالت لي الله يخبل لا تدلل يعني هذا العمل كلش هذا يا سنه تحديدا بال 2001 لان كاسيت نزل بال 2002 حلو فاتفقنا انه نسجل طيب. اتفقت ايضا ويا المرحوم طالب الفراتي الله يرحمه بنفس الموضوع بالبدايه كان رافض انه يشارك كاسيت بعدين لما سمع الموضوع قال نصا الله يرحمه قال انا اجيك على راسي على هذا العمل كان انتاج شركه كان انتاج الدار البيضاء حلو فاجورهم شلت اجور بظرف اجور للمرحوم طالب الفراتي وانطيتها كانت هي وزوجها كانوا موجودين عفوا استاذ محمد بصفتك شنو منتج؟ لا لا بس المنتج لانه المنتج تسجيلاته شارع الصناعة وإحنا بالمنصور وأنا متكفل الموضوع أمامه لأن أنا اللي جابهم مو هاي فأعطيهم الأجور والأجور مثل ما هو يعني المنتج يعني مو قضية مهمة بس أنا مجرد أن أوصل هاي المعلومة فانطيتها الأجور جتني على صفحة قالت لي أنا يعني هذا اعتبره هدية ما قلت لها ليش أنا فاجأتني قالت لا اعتبره هدية شفتها مثل الزعلانة على الأجور قلت لها طيب يعني هستي ما تأخذي ممكن زي قالت لا اعتبره هدية قلت أوكي إذا هيك تتقبلين الهدية اللي راح أجيبها وكان هذا أيضاً بحضور تذكر الكادر المبلغ تذكره كان 50,000 دينار 50,000 وكان زين ترى إيه أكيد كان أحمد صياد أيضاً موجود حلو قالت أوكي فاتفقت أنه أجيب الهدية بقيمة 50,000 دينار حلو بدأ يخابرنا بالدار البيضاء قال أقول لك شو أنت ما أنت سعدية زيد بدأ تخابرني قلت له والله أخطيتها وهي رجعتها وهسه أريد أشتري الهدية بخمسين ألف دينار وهدية قال لا أعطيه الفلوس قلت له أوكي رحت الى مسرح النجاح هي قاعده والله يذكرها بالخير ايضا تحياتنا لها بشرى اسماعيل تحيات دخلت قلت لها تفضلي ست وانا ممنون جدا وكذا وهاي بس اري الصوره قالت لي تروح للمصور فلان تلقي الصوره هاي الصوره نفسها حلو الصوره عنده لان هو ماخذ عده صور قلت له اوكي اعطيتها المبلغ وسوى لي استكان شاي بالمسرح قبل المسرح هي وقالت بس محمد منو موجود من بس بشرى اسماعيل لان تعرف بناتنا ف يعني غرفتهم بعد قالت لي بس مو تنسى ما تجيب النسخه قلت لها شلون مهند المساله طبيعيه جدا حلو. رحت للمصور ايضا المصور قال ما اقدر اعطيك الصوره الا اتصل الموافقة. بيها قلت له اوكي اتصل بيها قالت لي اعطي الصوره فتحت القضيه مساله طبيعيه جيد نزل الالبوم حقق شيء بالشارع حلو. فاتفقنا انه اتفق هذا المنتج قال يابا خلينا نصوره قلت له لا بأس بالعكس فقالوا للفنان تحياتنا الى ايضا حيدر منعثر انه هو يقوم باخراج العمل تحياتنا فاتصل حيدر المعثر انا قاعد يمه مثل ما حضرتك فاتصل اسمع يقول ها لا 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 ترى هو خوش ولا ايش الموضوع فسال التليفون قال اقول لك تشتكي عليك وتقول هذا باقني 10 ملايين قلت له انا قاعد
حكيت وياها قلت لها ست شنو الموضوع؟ قالت انت ربحت بالكاسيت 10 ملايين تعطيني 50,000؟ قلت لها مو انتاجي هو انتاج دار البيضاء. فمع ذلك قالت انا عندي محامي وما قلت لها اوكي. قالت وانت اخذت الصوره من عندي ما انا ما اعرف هاي الصوره. فنصا يعني حتى للمناطقه قلت لها اني من اخذت الصوره شو راح اطلع عليها الشهاده الجنسيه يعني هي صوره الكاسيت. بدات اشتكت بجريده الوان وايضا اخذوا الرد بس كانوا منصفين حقيقه لان انا طلبت من رئيس تحرير قلت له ما يخالف هسه قدمت موعدها انا علي ان اقدم لان هي رفضت قالت انا ما ماخذ مبلغ. فقلت له يجي وياي المحرر نلتقي ببشرى اسماعي والتقي بالمصور وانه مو الصوره قالت انا منطيتها. فاخذت على كل اطراف العمل الحمد لله والشكر بس بقت يعني كتبت علي اكثر من مره انه سرقني. فانا سويت حقيقه يعني حتى دافع عن نفسي كتبت بجريده الزوراء في حينها انا كتبت بجريده الزوراء قلت له يا محمد الحامي الطائي يعطي 9 ملايين السعدية الزايدي طبعا هذا عنوان الخبر وبالداخل انه خلت تعطيني 1,000,000 وتاخذ انتاج لها وتدخل تاخذ 9 ملايين حلو حلو هسه انت اعطيتنا هذا الوجه البريء والكذا اخذناه الجانب الثاني انت مصيح عليها وانت متهدد عليها وكذا لا هي استفزتني هي استفزتني يعني هذا اخذناه خلينا ناخذ الجانب الثاني نعم حتى نكون منصفين انا كلش هادئ بطبعي واسمع الطرف الاخر للنهايه لان اقول اخاف والله العظيم وحتى احيانا اسال مع نفسي اخاف متجاوز اخاف كذا انت بلقاء على راديو دجله تقول انا كلش عصبي واحاول اتخلص من هذا الطبيعه اي نعم نعم لا عصبي وحاد وقضيت انه التصرف يعني يعني انا اقول لك مثلا هسه من يصير شيء برغم عصبيتي بس عصبيتي شو وقت استخدمها يعني اخر ورقه فمسرح النجاح يمكن اي بالضبط كانت اكو مسرحيه كان عبد الرحمن المرشدي الله يذكره بالخير تحياتنا له وخضير ابو العباس ايش ودك دور طلايب يا اخي غير اسر دفض القضيه فرحت ها بالمناسبه كان المحرر وياي المحرر زميلنا وشاعر اللي هو خير الدخيل تحياتنا له وكان جبار فرحان وباقي العلاقه تحياتنا فحكيت وياها بكل ادب قلت لها يعني انا مو انطيتش المبلغ فتجاوزت قالت لي انا اعرفك انت فد واحد كذا وانت كذا احنا كلها انا قلت حقيقه يعني هاي اللحظه هسه نرجع للعصبيه لاخر ورقه اشتغلت ورادت تتخربط ويعني توقف المسرحيه بس هاي الحكي كله بالكواليس يعني تحياتنا تحياتنا لها وانا اعتذر امي هي وصديقتي العزيزه والمهم هاي الدنيا خلينا نشوف صوره اخرى انت اليوم ضامن ياهم وين تحياتي الى احمد الصياد أنا كنت أتمنى من كل المطربين من كل الأصدقاء لأن أكو الصديق مشكلة أنا إحساسي بس مشكلة بالجانب الإيجابي وليس بالجانب السلبي أحمد صياد سواك نجم؟ لا 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 أحمد صياد يعني لأن هو مو راعي نجوميتي أحمد صياد أنا اللي يعني والله بعيدا عن أنا ما أحب هذه التفاصيل لأنه أحمد صياد كان ما معروف يعني مسجل الهاتف من الغربة كان معروف على مستوى الكاسيت فقط في يعني أو خلينا نقول بالوسط معروف يعني بس على مستوى الناس كان ما معروف أحمد صياد يعني مو هذا أحمد صياد الحالي فأنا من أقول الصديق مشكلة بالجانب الإيجابي أنا لما يكون أحمد صديقي أحمد صار مشكلة مضافة إلى مشاكلي مشكلة أحمد اللي عانيها يفترض من باب الصداقة أعاني بنفس المشكلة إذا صارت مشكلة مضافة إلى مشاكلي فأنا أتمنى الأصدقاء يكونوا بهاي الشكل أحتب عليه أحمد كتبت له أحمد كتبت له أغاني وكتبت له الكاسيت والكاسيت يعني حاز على هو حشاها أكثر من مرة كاسيت كلماته كله؟ كله كلمات من الجلد للجلد؟ من الجلد للجلد على قولتهم فبلقاءات خارج العراق ما يذكر اسم محمد رحام وهذا أنا أحسه هو ذكر وما ذكر يومه بس يا أخي يعني انا حتى ما كانت اكو معامله ماديه بيني وبين احمد بحكم العلاقه مجاني تكتب له؟ والله بحكم العلاقه كتبت له رحت يا ابني اللي هي ضمن البوم مالات الهاتف بعد ما اتصل بالله ما هاتف من الغربه كتبت له جرح بغداد وبالمناسبه يعني معلومه كل الاغاني الوطنيه انا يعني اللي كاتبها على العراق انا ما اخذ فلس احمر وما اخذ يعني مجاني انا جاي اكتب قضيتي يعني جاي اكتب قضيتي يعني وتواصلوا وياك يعني بعد النجوميه خلينا نحكي لا الحمد لله والشكر كل تواصل معك هسه يجون بغداد هاي ماكو واحد محمد الرحيم يجوز اذا يتلاقى بالشارع بعد وين يجوز انشغالاته هم عذره يعني هم بس يا اخي يعني كبدايه انه بالعمل مع محمد الرحيم لا لا كان كان الرجل يعني وصلني بوفاه والدتي هو وبعض كثير من المطربين وكذا وكان يجيني البيت شو تقول لاحمد صياد؟ اقول لاحمد انا اتمنى لك الموفقيه بس اتمنى ايضا تزود قلبك
بقليل من الوفاء لأصدقائك. لأن أنا صديقك وعلاقة عمر يعني من كنا لا أنا معروف ولا هو يعني من أيام الدراسة وإحنا صديق من منطقتي يعني. خلينا نشوف الصورة اللي بعدها. هاي الكارثة. هذا منو؟ والله أخوك كبير لصغير ما أدري. عمر الحين الطايم سوى بوكلة، وين البوكلة؟ كان هاي مودة كانت هسه شلون أنتوا خلون جو؟ يعني حتى ما كنت أريد أنزلها بالفيس وهاي اتخذتوها شلون ما أعرف. لأنه أنا كنت أقول شنو واحد ياخذ صورة هيك. هذا محمد رحيم الطائي القديم. أحلى يا عمر. هنا ما مشهور. لا ما حد يعرف. يعرف بس أصدقائي. إنسان بسيط. وما زلت بسيط والله. لا قصدي يعني ما داخل مجال الإعلام ما داخل لا مجال أنا كنت ما طبعة وفلوس والحمد لله أموال طائلة ورجل ملياردير. لا 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 أصلا يسألوني قلت شنو شاعر تاجر قلت متاعب. محمد رحيم الطائي طبعا صورة قديمة هاي سنة تقريبا يعني تسعينات يعني يعني على على فقر الحالة على صعوبة المعيشة على الوضع المأساوي ايش تعني لك ذيك الأيام؟ أحمد أيام جميلة فقدت يعني يعني من أرجع ذيك الأيام كانت مليئة بأصدقاء بأحبة غابوا انتهت القضية تحولت إلى شيء تراجيدي صار لحبهم ماتوا ولحبهم سافروا ولحبهم يعني راحت الأيام مو طعم الأيام حقيقة مو طعم الأيام الأولية فأنا هسه يمكن أنا هسه أبا على الصورة والدمعة بعيني مو لأنه مثلا كان شعره لا قضية تنتهي هذا الله كاتب لك أيام بس أنا أذكر الأيام اللي كنت أخذ بها الصورة كنت بالمناسبة بهاي الفترة أنا كنت أكتب أغاني كانت استوديو النظائر وبصفها كم أصور هو اللي أخذ لها الصورة كانت أيام رائعة جدا الله يرحمه يعني اربط لنا ويا هذه الصورة قرانا شيء يعني ما دام رجعنا ممكن قصيدة إذا أقراها يعني أعذر دموعي حقيقة يعني نسمع لأن هسه يعني اللي قلت لك الأيام كانت مليئة مخنوقين يعني إحنا هم مخنوقين وهم الناس مخنوقة هي القصيدة أنا كاتبها الإنسان غاب عني يعني بس باقي ذكرياته بكل خطوة والله اسمحوا لي معذرة يعني اسمع وين أشوفك وياهلي دليني بيك روحي ليلية يمر بيها غرامك ودمعة صارت تشتهيك ضعت وين بيا محطة بيا مدينة بيا مكان ويا صدر دافي بسرارك يحتويك المشكلة شلون انسى حبك وانا حتى عيوني تسألني عليك المكان اللي بيقعدنا قام يسألني عليك الطريق اللي بيمشينا قام يسألني عليك والورود الزاهية تغير عطرها لأن يمكن فارقت لمسة ايدك وين اشوفك وكل شبر من عمري لك بألف ذكرى وانت عمري وهم شفت فد يوم ما حد ينسى عمري انا احس كل الاماكن تحمل بداخلها حسرة المشكلة وتسأل عليك وياهلي لاقيني هم يسأل عليك وانا شايل ذكرياتي بقلبي جمرة وصلوا بيدي إلك مية سلام الهوى يسلم عليك والشجر يبعث تحية وقام يسألني عليك وحتى ألبوم الصور لما يذكرك يبكي ويذكرني بك وين أشوفك أنا من نشطة معطل حسبالي جيت واركض بلهفة وبعد ميل من بيت وثار مثل الحلم يخلص لو صحيت وانت ماكو انت ماكو وكل شي يسألني عليك الليل
الليل من أسهر أشوفه يلمح ويسهل عليك، كل شيء يهمني، حزني، خوفي، قلقي، وكل ذرة مني هايمة وتسأل عليك. وك والله لو عند المكانك يمكن عيونه تجيك. من هذا المخلوق؟ من هذا الكائن؟ من هذا الإنسان؟ احمد فقدنا هواي يعني، معذرة أنا حتى اعتذر للمشاهدين والله، بس وهذا جرح يعني يا أخي، مو جرح محمد الحين، جرح الكثير من الناس. يعني احنا هسه هواي من الناس اللي انت مرافقهم على كظل، يعني يعني هذا اللي كتبت له انا حقيقه صديق، وهو ابن اختي بالمناسبه، ابن اختي بس انا بعمر واحد، فكنا من نمشي من اقول لك انه يلاقيني يسال عليك، يعني خطواتنا سوا، ملابسنا سوا، يعني عايش بيت اهله وعايش عندي، يعني عندنا بيتنا، يعني انا ويا ربانا سوا. ابن اختي اسمه علي. ف في لحظة يعني ظروف الزمان راح بالأحداث، يعني بالأحداث الأهمية، فكانت خطواتي إذا أروح المكان أنا ويا رايحين هذا المكان، أنا قاعدين هنا، أنا ماشيين، أنا كذا، وهاي انطبقت على كثير من الناس. يعني أروح أفاصل حتى أبوس راسك، يعني الله يسلمك. لا العفو، دموعك عزيزة أكيد، هذا إحساس محمد رحمه الله يسلمك، الله اللي يسلمك. اللي خلى الناس تحبه وخلى الناس تسمعه، وهذا شعوره الصادق، وهذا يعني، وانا اكرر اعتذاري للمشاهدين والله، يعني ما اريد ان نريد نكون انه خفيفي الظل وشويه نزرع البسمه، لكن هذا حال الدنيا. مشاهدين الكرام، وكتحصيل حاصل نذهب الى فاصل. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام مره اخرى، رجعنا لكم طبعا بعد فاصل، هو عندكم دقائق لكن عندنا كان اكثر من دقائق، وبعد ما الكادر استرخى شويه، لان كان مشدود جدا كل الكادر وبما فيهم المخرج المبدع بسبب قصيده وين اشوفك، ماذا قال طبعا المطرب الفنان العرب محمد عبده عن هذه القصيده. محمد عبده حقيقه لما نشروا الأغنية، يعني منتجها أحد أصدقائي، فقال راح أختار أغنية الأماكن لأن جدا قريبة أجواءها على الأغنية. حلو. موسيقى حلوة يعني، ميكس لو بس لا ميكس هي الأغنية. يعني أنا أقرأ شعر بالموسيقى وبعدين يطلع محمد عبده يغني. فنسبت إلي قصيدة الأماكن مال محمد عبده، لأن ظلوا شي يكتبون الأماكن محمد رحيم الطائي محمد عبده. فبالفيس موجوده، باليوتيوب عفوا، واذا تبحث على الجوجل بس تكتب الاماكن راح يطلع اسمه محمد الرحامه. فطرحت هاي القضيه في لقاء على الفنان العربي الكبير محمد عبده، وقالوا له انه يعني الشاعر، اكو شاعر عراقي كاتب قصيده وكذا ويقول هاي، قال لهم لا الرجل ما قايل هاي القضيه، بس هي قصيده جميله ورائعه انا سمعتها، وانت اسم شاعر الاماكن. طبعا تحياتي له، يعني كانت اغنيه رائعه جدا. اكيد اكيد كنا سمعناها. طبعا خلينا نطلع من الاجواء، خلي نروح لعبد الستار الشعلان. عبد الستار الشعلان كان صاحب الفضل الكبير اللي الرجل هو اصلا من الرمادي، من البونمر، فصديقي، وكانت اكو مواقف أخوة وصداقة بينه وبينه وما زالت لحد هاي اللحظة. فالرجل بالوقت اللي أردت أسجل هاتف بعد منتصف الليل اللي كان هو انطلاقة محمد رحيم الطائي، يعني نظرا للمواقف المتبادلة تكفل مصاريف الألبوم كله، وكان باهظ الثمن في حينه، يعني مليون و600 ومليون و400، هاي ما قبل 2003، يعني قبل 2003، نعم بال 2001، مليون و300 شو تجيب؟ مبلغ يعني تجيب سيارة. فالرجل يعني بكل ثقلة قال لي هذا، لأنه شافني أنا كنت أتصل بأحد المنتجين، فأحد المنتجين قال لي سجله حلوة فكرة، قلت له أوكي سجله، إلي علي شنو هسه؟ قال لا كله عليك، وإحنا ننزل صورتك، ما محتاج هاي القضية. أنا يعني هسه على الأقل تقدير فلوس الاستوديو، هسه أنا ما أريد فلوس لي.
لان انا عندي فكره بدي اوصلها حقيقه. يعني ما كان عندك المبلغ اللي يعني؟ ما عندي هذا المبلغ. فكنت اتصل من مكتب عبد الستار الشعلان. فقال لي شنو هالموضوع؟ قلت له ايش هذا؟ يريد فلوس. فقلت له انا مال اسجل يعني ادفع فلوس وانطي حقيقه يعني احس جهدي هذا. قال لي ولا تهتم وترك هذا الموضوع. واني انا اتجيت كاسيت وتوعدت وياه رجعنا لاستوديو حكمت. وايضا حكمت تحياتي الى دكتور حكمت البيضاء. تحياتي. استقبل الفكره وكانت اكو موضوع انا حسيت بنجاحها واحنا نمنتج يعني كانت اكو شهاده كبيره جدا وصلت لي وانا جاي امنتج بالعمل من الشاعر الكبير عبد الرزاق عبد الواحد. كان ما يعرفني ومن حق الرجل انا ما معروف كنا. فاحنا جايين منتج انا واحد المخرجين. فالغرفه مال مونتاج صار بها بابين، باب دخول وباب حلو. خروج على بالكونه على دجله حلو على كورنيش العظميه. فدخل عبد الرزاق عبد الواحد كان ايضا عنده تسجيل باستوديو حكمه. دخل يريد يشرب سيجاره على البالكونه فواقف احنا جاي نشتغل. فسمع اجواء العمل فالتفت قال لي هذا منو؟ حلو. انا طبعا هذا السؤال هزني جدا يعني عبد الرزاق عبد الواحد يقول لك منو يعني اذا يحكي حكايه تدمر حقيقه يعني. فانا بخجل قلت له استاذ هذا انا. قال لي يابا اخي اخي رجعتني 20 سنه اللي ورا والله العظيم. قال لي شنو هالصوت الحلو؟ شنو هذا الرومانسيه بصوتك وكذا وها؟ فقلت له استاذ هاي شهاده كبيره جدا يعني من عندك وها؟ قلت له انا شاعر يعني. قال لا لا انت يعني بقى يعني الحقيقه واول واحد او اول ثلاثه سمعوا الكاسيت. انا كنت حريص سمعته يعني بعد ذول الثلاثه اللي اكثر من واحد. الملحن الرائع ضياء الدين تحياتي له، الشاعر الرائع ماجد عوده ايضا تحياتي له، والفنان حاتم العراقي. ماجد عوده صديقك؟ اي صديقي. وحاتم العراقي؟ وحاتم العراقي من الاوائل اللي سمعوه. اول ما بعد يعني خلصت مونتاج اول قصيدتي انا كان يهمني من عندهم حقيقه عن تحياتي لحاتم، مو راي حاتم بقدر ما راي ماجد وراي ضياء الدين. انت كاتب شيء لحاتم؟ كتبت له نعم يعني كتبت له مواويل وكتبت له انه ضمن اوبريت. حلو. اوبريت كان افتتاح مهرجان بابل الدولي. حلو. 2002 ايضا نتحدث عنه. نعم. لكن الان احنا مثل ما تعرف عندنا فقرات. الان فقره ماذا لو؟ طبعا بايجاز لان مثل ما نعرف احنا، لكن الجمهور قد لا يعرف انه محمد رحيم الطائي هو شاعر الحب، هذا اكيد الكل تعرفه، لكن ما يعرفون انه محمد رحيم الطائي هو فنان بالديكورات وبهذه المواضيع. محمد رحيم الطائي هو خطاط محترف. فهذا الموضوع من خلال هذه الامور خلينا عده افتراضيات. نعم. ماذا لو كان محمد رحيم الطائي مديرا لشبكه الاعلام العراقي؟ لما كان حالها مثل حالها الحالي حقيقه. وانا تحياتي لكل الجهود المبذوله، لكن خلينا نقول على جزء من تخصصي كون بالديكور. اكو اخفاقات كبيره جدا برغم الامكانات الفنيه الهائله الممنوحه لشبكه الاعلام العراقي. يعني كان وحتى اكون منصف، بالفتره الاخيره بدات سوداء الاخبار جميله مو مثل ما كانت، بدات بعض الشغلات تعدلت، بس لو كنت انا مديرها لكان اعتنيت بالصوره لان مضمونها هذا موجود، لانه هي سياسه دوله يعني أكيد. قناه دوله، لكن على الاقل تقدير اعتني بالصوره، اسوي حالها حال الام بي سي، اسوي حالها حال الجزيره، حالها حال القنوات. ليش عندها امكانيه ام بي سي؟ نعم موجود. العراقيه امكانيه هائله جدا بالاجهزه، اجهزه حديثه جدا ومتطوره. لا تنسى هي مؤسسه الاذاعه والتلفزيون سابق، استوديو 800 واستوديو 400 واستوديو، يعني استوديوهات كبيره جدا. يعني هذا الاستوديو اخلي به اكثر من برنامج واشغل كرين وشاريو وكثير من التفاصيل يعني. جميل. ماذا لو كان محمد رحيم الطائي معد ومقدم برامج في الفترة الحالية؟ أول شاعر تستضيفه؟ والله هذا سؤال. أنت راح تستضيف الكل أكيد، لكن أول شاعر توجه له دعوة؟ مو هاي راح تكون أفضليات، وأنا حقيقة الكل زملاء والكل مبدعين. مو أفضليات بالشعر؟ لا هو أكيد. بالتأكيد كحضور كجو. والله أحمد هي يعني مثل ما حضرتك هسه معد ومقدم لهذا البرنامج. نعم. يعني تستضيف نجوم المجتمع على الأقل تقدير، يعني أكو طريقة للحوار، المستمع يكون قريب أكيد. منك لأنه يعرف فلان أكيد. فبالتأكيد ما أغفلكم كلكم، لكن قل لي هسه لو كنت مثلا مسؤول على برامج الشعر بالعراق، خلي غير سؤال ممكن؟
يلا نغير بس يعني انا اعتقد انه سؤال طبيعي وبالعكس ما راح يسبب لك احراج. والله ما يحضرني لا مو احراج والله بس ما يحضرني منه مثلا وقد يكون في لحظتها يعني جزء خابر احمد ما موجود خابر حمزه خابر مثلا مثلا, مثلا مثلا قصي عيسى لا ما استضيف نهائيا واذا اريد استضيفه حقيقه يعني لاسباب اولا الاخ قصي عيسى انا ما تربطني بمثل يعني علاقه ويجوز حتى رجل من الاقي ما اعرفه كاتب اغاني نعم كاتب اغاني لكن انا هسه وجهه نظري ومسؤول عليها يعني اغاني كثيره بها فوات كثيره وانا ما اريد اطرحها بالجو بس مستعد انه يجي واقول له فلان هفوه فلان هفوه فلان هفوه وهاي الهفوات ترتبط بوعيه بوعي الشاعر يعني ما تعتبره شعر قصيده يعني ما سامع له قصيده ما سامع له قصة عيسى ما سامع طيب ماذا لو دعيت لتقديم برنامج شاعر الحياة اللي عرض على شاشة MCB هو قدمه هو تخصصك انت ونجحت به يعني موضوع تقديم البرامج الشعرية يعني لوجو محمد الرحيم الطائي الله يسلمك لو دعوك لتقديم هذا البرنامج الحقيقة هو لو دعوني يعني كان دخلت يعني بلا إرادية دخلت بطريقة الإعداد وتقديم برنامج لأنه كان هو تقديم إذا كانوا يفرضون أنا يعني طبعاً بالمناسبة هم منذ زملائي أصدقائي وكل الموجودين راح يمتشر تحياتنا لكل كل الشعراء لكن طريقة أنه الشاعر أجيبه بهاي الابتسامة ما أعرف أنا شنو كان الغاية من عندها أو مثلاً رياض الوادي رجل شاعر وإلى لونه الخاص ويعني تربطني بعلاقة جميلة جدا لكن أحسه مو مكان هذا البرنامج ما أعرف إحساسي يعني موضوع التحشيش قبل الدخول يعني شنو هو ما أنا أرد أفهم الغاية من هذا الموضوع ما أعرف هو تريدون تسفهون مثلاً ما استساغيت هذه الفكرة أنا ما استساغيتها يعني طريقة تقديم شاعر وعندي طريقة أخرى أيضا يا أخي أنت مسوي برنامج مع الشعر الشعبي أبيات الفصحى وراك ليش يعني قليلة أبيات الشعبي مثلا كان بالديكور أبيات فصحى موجودة سوي خضم هي اللغة الأم تعتبر يعني نعم أنا مع اللغة الأم لكن أكو خصوصية للشعر الشعبي لأن أنت كل برنامج ما تناولت اللغة الأم بشطر حقيقة يعني وإحنا مو بعيدين تعرف أوزان الشعر الشعبي هي مشتقة من بحور الشعر العربي يعني الأبوذية من الوافر الموال من يعني هاي التفاصيل إحنا مو بعيدين عن الشعر الفصيح بس أنا أحسها ما اعرف اكو فد غايه بس استغفر انا يعني وجهه نظري يعني على هاي الوضعيه ما تقدمه لا على هاي لاني اسئلك مو اساءه لا مو بهالطريقه بس ممكن اذا اريد اقدمه انه هاي الفقره اقول لا اخوي ما اسويها اذا اسويها ما كمسابقه عامه شو رايك بها يعني ارتقت لمسابقه نجوم الشعر لا شعر العراقيه وحتى شاعر العراقية مو لأنه أنا موجود بالبرنامجين لا والله لا بس هذا البرنامج أفرز شباب رائعين أفرز أسماء وأصبحوا هذا بس هو البرامج كلها خرجت من جلباب نجوم الشعر بما فيهم شاعر العراقية يعني نجوم الشعر سوى يجيب الشاعر عبر مراحل وصدر نجوم للشارع شاعر العراقية كذلك مثلث النجوم كذلك تابعت البرنامج ولا تابعت حلقة أو حلقتين حلقة أو حلقة أيها ممكن هاي مو حقيقة يعني انشغالي يعني انشغالي عن بس قضية مهمة يعني مسابقة وشعراء وسادة أنتوا يعني قلت لك يعني كأسماء لامعة يعني هذا موضوع يخصكم يعني حلقة والله كان الانشغال هو السبب الرئيسي مطبعة النوارس ماخذة محمد الرحيم الطائي ورايح بيه مدرون لا والله كان السبب الرئيسي هو الانشغال يعني ونوبات ما تعرف وقت البرنامج تعرف يعني أنت تجي وعندك شغل وكذا فهاي القضية مو عن غير يعني مو ترفع البرنامج حلو. لا بين شعراء كبار اللي كانوا اللجنة التحكيمية حلو. والشعراء الرائعين اللي قدموا أكيد. شعراء الشباب طبعا أكو حديث عن شعر عراقية الجزء يعني المرحلة الثانية أو البارت الثاني أكو هيك حديث عن هذا الموضوع نسمع يعني أنه شعر عراقيته هو لو كان شعر عراقيته لكان اشتغلوا به يعني ها يعني ما مشتغلين بهذا ما اعرف انا لحد الان طيب. ما مبلغ بهاي القضيه قد يكون وياهم وياهم ما ها يعني احتمال اكو احتمال يعني احتمال يعني اذا كان موجود البرنامج راح يكون محمد رحيم الطائي موجود هي القضيه مو يمي استاذ احمد تعرف هذا قضيه اعداد وقضيه اختيار يعني شبكه طيب خلي اكيد الجمهور متعطش ايضا يسمع شعر وحاب يسمع من عندك فد شيء فخلي نسمع
عشرتك روح صدق ما تملها وقلب أيام سعدك ما تملها ما تملها أريد أنصب الروحي ما أتملها وأشوفك هم تجو تسأل علي لو مرة تمر مثل الشماتة وأنا نحرك ولك يشقر شماتة علي مغرور قالوا لي شماتة صحيح بشامتك تنغر علي لو تذكر رباي وياك ولعن ولا تنغر على اللي بيك ولعن فرضنا لو أسبك حيل ولعن هم بغيظ وكتزعل علي لو تعرف نحبك واشتمنك ولأن منطل الواشي واشتمنك أريد اليوم أحضنك واشتمنك وشوفك هم تذب روحك علي لو رأسا تقل رجوك هدنا وتعاركنا وتريد لي هدنا ولك والله العشق وياك هدنا مريضان تعال اسأل علي وشوف شلون حالي من تسني ولكن سيف صدق من تسني الدمع يغلب جوابي من تسني أضحك بالكذب غصبا علي لأن ما أريد أشوفك يوم حزني وتدرب سيف هجرك ولك حزن قلبك أنت وحدك اللي حازن وحيازة وحمل سلمتك الله عليك يا الله يسلمك نورس أنا أشكرك على يعني حضورك وزادني الشرف الله بحضورك ونورتنا اليوم بحضورك في برنامج توارد مشاهدين الكرام قبل لا أختم نستعرض بعض الأسماء اللي تعاملوا إياها محمد أرحيم الطائي نبلش من الملحن المبدع محمد هادي الفنان محمد المدلول أحمد الصياد وسعد البياتي حبيب علي عقيل موسى وبعض الأسماء يعني الشباب والكثير من الأسماء محمد عبد الجبار قاسم السلطان حميد منصور فاضل عواد العيساوي كل هاي الأسماء تعاملوا إياها الشاعر المبدع محمد رحيم الطائي ونعتذر لكل الأسماء اللي يعني الوقت اللي نساها يعني بالتأكيد داهمنا احنا نتمنى ان قدمنا لكم يعني فد حلقه مميزه واكيد مميزه بوجود شاعر محمد رحيم الطائي على ان نلتقي في حلقه قادمه كونوا في امان الله.